واحد من أبرز المتاحف الموجودة في مكتبة اسكندرية هو متحف السادات، وخاصة أنه المتحف الأول من نوعه للرئيس الراحل داخل المدينة، واللي بيضم مجموعة من المقتنيات النادرة اللي بتعرض لأول مرة على مساحة 260 متر مربع. المتحف بيضم مقتنيات الرئيس الراحل محمد أنور السادات اللي أهدتها لينا أسرته ممثلة في الراحلة السيدة جيهان السادات إلى مكتبة الأسكندرية. هذه المقتنيات بتتنوع ما بين مجموعة من الأوسمة والناشين اللي بتهدى عادة إلى كبار رجال الدولة ورؤساء الدول، مجموعة من الصور المعلقة على حوائط المتحف واللي بتعبر عن محطات مختلفة في حياة السادات، القرآن بصوت الرئيس السادات، مكتبه، أدواته الشخصية، البدل الخاصة به، البدل العسكرية، أوراق بخط إيده، وصولا للبدلة اللي كان بيرتديها يوم اغتياله في العرض العسكري يوم 6 أكتوبر 1981، بالإضافة إلى مجموعة من الجرائد القديمة وأغلفة المجلات القديمة اللي بتروي فترة أو بتحكي فترة حكم أنور السادات لمصر. أهمية المتحف طبعا بترجع لكونه لشخصية غير عادية، هو بطل الحرب وبطل السلام، فأنور السادات هو قائد حرب أكتوبر وقائد العبور، وهو اللي قاد عملية السلام التي أدت في النهاية إلى استرداد مصر لكامل أراضيها المحتلة. كل شيء هنا في المتحف بيعبر عن شيء من شخص أنور السادات. لو جينا مثلا على الأوراق بخط إيد أنور السادات، فبتورينا هو قد إيه كان محب للصحافة ومحب لمهنة الكتابة، وهو أول ما الثورة 23 يوليو قامت وأول ما أسسوا جريدة الجمهورية أنور السادات تولى رئاسة تحريرها من حبه في هذه المهنة، فكل الكتابات دي بتؤكد هذه الفكرة. هو قال أكتر من مرة: أنا لو ما كنتش اشتغلت رئيس جمهورية كنت أحب أن أنا أشتغل في مهنة الصحافة أو أمتهن مهنة الصحافة.